بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقاتنا عن ترميم المنشآت الخرسانية. اللي أول مرة يشوفنا يشترك بالقناة ويفعل زر الجرس للكل عشان يوصل لكم كل جديد مننا. النهاردة التلبيش اليدوي عايزين نوريه لحضراتكم إزاي بنعمله على مراحل، علشان خاطر إن إحنا بنشتغل ضد الجاذبية الأرضية، وده بالتالي ما تقدرش إنك تصب الخرسانة كلها مرة واحدة زي ما بنصب في السقف من فوق. اللي احنا بنشتغل بيه ده اندر جرافيتي او ضد الجاذبية يعني، فعلشان كده لازم يتعمل على كذا يوم وكذا مرحلة. ما تيجوا نتفرج على الطبيعة احسن، ابقوا لاخر الحلقة عشان تستفيدوا. يلا معايا. عايز اقول لكم الشغل ده ما هو الشغل عادي كده، الشغل ده بيبقى فيه مجهود، ملاحظات، دقة، ذكاء عالي، خبرة عالية، علشان خاطر الشغل لما يطلع منك ما يبقاش فيه خطأ. تعالوا بقى هنا اهوت الراجل هيبتدي يعمل الخطأ الخرسانة اللي هنلبش بيها الاسمنت والزلط. ادي الزلط بيفتحه اهوت، المادة بقى اللي ترشت قدامكم دي بقى دي الفايبر جلاس. وانا قلت دي قبل كده في كذا حلقة، من 128 ل 130 جرام على كل شكارة. هيعمل الخلطة بتاعته 3 شكاير، يبقى يحط 3 اكياس من اللي انا ببقى وزنهم له بره وجايبهم له. يبتدي يخلط، يحط المية زي بالمنظر ده كده، لما تخمر حلو قوي 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 وتكمل، ويبتدي يقلب فيها كويس وتطلع بالشكل الجميل اللي انا عاوزه منه، وبتبقى اللي هو سائل قوي ولا هو جامد قوي. وبعدين يبتدي يبصوا الخط، يبتدي بقى يخبط بقى بالمنظر ده كده زي ما انتم شايفين، خبطه جامده، علشان خاطر لو متعلق في الحديد او الحديد هيحوش انه يمسك، يبقى احنا ما خدناش فراغات فيه. فالخبطه الجامده اللي هو بيعملها بالمنظر ده كده علشان خاطر اللي هو متعلق يقع منه ويفضل اللي هو مسك في السقف كويس، خصوصا ان احنا عاملين ماده رابطه. تمام كده، خليكم معايا. يبتدي بقى الكلام ده يعمله على ايه؟ يوم واثنين وثلاثه. احنا طبعا بنجري بسرعه، واحنا كمان بنعمل الكلام ده على مراحل. صورنا، وطبعا مش كل التسجيلات، احنا عاملين 40 فيديو للمده اللي اشتغل فيها، لكن انا خدت منه المفيد ليكم اللي يفيدكم. طبعا هو شغال، طبعا اضاءه وحشه جدا زي ما انتم شايفين، واحنا بنشتغل في بدروم وعتمه، وقدر المستطاع ان احنا كنا بنحاول ان احنا نصور او نوصل لكم الحاجه. الكلام ده مش اي حد قلنا بيعمله، الموضوع بيبقى محتاج شغل عالي محترفين. بصوا ده كده، الجزء ده اتمحر، اسف، اتلبش وخلص تلبيش، وبيبتدي يساوي بيه عشان خاطر ان هو هيبدا بعد كده في موضوع المحاره. في مبيضين محاره كتير ما بيشتغلوش في التلبيش، لكن بتاع التلبيش ده بيبقى راجل فاهم هو بيعمل ايه، وعارف ان الشغل ده في وشه وفي وشي. دي حته من ورا كده بس كنا بنعملها وصلح، يعني اتصلحت، كان فيها حديد باين. ده بقى منظر السقف زي ما انتم شايفين، معلش الاضاءه بصوا عامله ازاي، ضعيفه جدا، لكن ده بقدر الامكان بالاضاءات بتاع الموبايلات اللي انتم شايفينها دي، حاولنا بقدر الامكان ان احنا نصور لكم المحاره علشان نقول لكم دي نهايه التشطيب بتاع السقف. بعد ما كان في فيديو قبل ده، خلي بالكم احنا عملنا فيه جميع المراحل لحد الحديد، ولينكو هيبقى تحت الفيديو ده، اتفرجوا عليه الاول وبعدين تشوفوا الفيديو ده لو حبيتوا، او بعد ما تتفرجوا على ده تبقوا تتفرجوا على الفيديو الاولاني لغايه مرحله الحديد. منظر السقف شكله بيلمع حتى من المواد اللي احنا بنضيفها. بصوا منظره عامل ازاي،